عندنا هنا كوبايتين دقيق سميد، تاني احنا مقادير البسبوسه اتحفظت زي البيتزا والمكرونه بالبشاميل. كوبايتين دقيق سميد ماشي، وسهوله كمان في البسبوسه ان هي كل مقاديرها على بعض. كوبايتين دقيق سميد، نص سكر، كوبايه زبادي، وكوبايه الزبادي دي مش علبه، كوبايه الزبادي دي بمعيار الدقيق السميد قدها بالظبط ماشي. فعندنا هنا كوبايتين دقيق سميد، كوبايه زبادي، نص كوبايه من السكر، نص كوبايه من السمنه، شويه جوز هند، معلقتين دقيق ابيض تمام. يا ريت اللي يرص الحاجه يبقى يشيل الورقه من عليها عشان ما اخدش السيجمنت كله وانا بقشر في الحاجه. هناخد بقى السكر بتاعنا عباره عن ايه؟ هنا هحط عليها سوداني وهحط عليها جوز هند، ممكن تحطوا عليها اي مكسرات انتوا عايزينها تمام كده. العسل بتاع الكنافه البسبوسه ده عباره عن، وفي هنا كمان يعني نص معلقه صغيره او معلقه صغيره بيكنج باودر، معلقه مش مليانه ماشي. عندي هنا العسل بتاع البسبوسه قلنا لازم يكون سخن، فهناخد كوبايتين من السكر، كوبايتين من الميه، عليهم عصره نص ليمونه كده يعني، قولي نص معلقه صغيره لو انت هتقسيها يعني، وتغلي على النار لمده بعد الغليان ما كملش 10 دقائق تمام. هنيجي كده ايه، انا هحط بس الحاجات دي اهي، ده السكر، كوبايتين سكر، كوبايتين ميه، عصره ليمونه، ده الشربات. نيجي بقى للبسبوسه، هحط هنا، انا عايزه اعمل دي الاول، خليها ممكن ابقى احط منها في الاخر مش مشكله، هي العجينه شفتها والحشوه. نيجي بقى ايه للبسبوسه عشان نخلصها بس تبقوا حافظينها. كوبايتين دقيق سميد، كوبايه زي، شوف كوبايه الزبادي قد ايه اللي انا عايرت بقى دقيق السميد، نص كوبايه من السكر، نص كوبايه من السمنه، معلقتين دقيق كبار علشان يخلي البسبوسه ناعمه، ما تبقاش كلها حبيبات، تبقى ناعمه زي بتشتريها من بره. ومعلقه صغيره بيكنج باودر بس مش مليانه خالص، شويه ممكن شويه جوز هند كده جوه وشويه بره، يعني معلقتين كده يخلوها ايه ريحتها حلوه.